اهلا ومرحبا بكم من جديد ضلال الاصيل، هذا البرنامج الذي يجمع مختلف الفقرات والعديد من الموضوعات المختلفه التي نناقشها اليوم. واحده من الموضوعات التي راجت منذ بدايه الالفينيات موضوع الهواتف المحموله وما تحمله من تقنيات خارقه، هذا الامر الذي ربما لو عرض على انسان قبل 100 عام لاستعجب ولرأى أن الأمر ضرب من الجنون. موضوع الهواتف ودلالات النفسية، أسعد جدا أن أرحب بضيفي داخل الأستوديو دكتور الطاهر خاطر اختصاصي علم النفس والأستاذ السابق بجامعة الخرطوم، مرحبا بك في قناة الشروق الفضائية وفي برنامج ظلال الأصيل. مرحبا بك ومرحبا بالمشاهد العزيز، وأتمنى أن نكون خفيفي الظل وأن نكون يعني وجبة نفسية اجتماعية دسمة متكاملة إن شاء الله. إن شاء الله. بداية دكتور، نتحدث عن استخدام الهاتف المحمول والدلالات النفسية لاستخدام الهاتف. طبعا كل ما تنتج التقنية والتكنولوجيا يعتبر إسهام في تسهيل حياة الإنسان وفي تقديم نوع متقدم من الرفاه الإنساني، ولكن تحدث هنالك بعض التعقيدات وبعض التجاوزات فيما يتعلق بالاستخدامات المختلفة لمظاهر التقنية والتقنية والتكنولوجي المختلفة. مثلا الهاتف حينما بدأ وظهر إلى حيز الوجود كان يعتبر يعني ظاهرة متقدمة متفوقة، وهي على سبيل استعلام قيبي، هي تنقل أو تقرب يعني قيب زماني وقيب مكاني، يصير شهادة مشاهد أيضا. ولكن هنالك ارتباطات اجتماعية وثقافية ونفسية ارتبطت بكثير من مظاهر التقنية الحديثة. مثلا استخدام السيارات، لم تعد السيارة يعني فقط بالاستخدامات للإعانة في يعني أن تعين الشخص في أن يصل إلى أماكن معينة أو أن يرحب بها أو أن يستخدمها كوسيلة للمواصلات والترحيل، فصار عندها البعد النفسي الاجتماعي، يعني يقيم الإنسان بموديل العربية الراكبة ونوع العربية الراكبة ولون العربية الراكبة والشكل البيئة الداخلية للعرب أيضا. إذن دكتور طاهر، هل يمكن دراسة سلوك الإنسان من خلال ما يحمل من نوعية هاتف باعتبار أنه علم النفس علم دراسة سلوك الإنسان؟ يعني ممكن من خلال تلفون الزول أدرس سلوكه وأعرف أنه الزول ده سلوكه عامل كيف؟ نعم، واضح جدا. يعني عندنا في المثل العامي الذي يقول منطوقه السلوك بخور الباطن، فنستطيع من خلال كل السلوكيات، سلوك الإنسان الاجتماعي والنفسي والثقافي، نستطيع أن نستخلص بعض المعاني الدقيقة التي تعتمل داخل البنية النفسية الداخلية، داخل الوعاء النفسي الداخلي السايكيك أبريتوس، نستطيع أن نستشيف كثير من المعاني. يعني ما عاد الهاتف السيارة والمحمول للسيارة لم يعد وسيلة اتصال وتواصل فقط، بل أصبح وسيلة لإبراز جوانب متعلقة بنفس الشخص. وفي ذلك كان هنالك حالة غضو في إذاعة القوات المسلحة، كان عن استخدامات الهاتف ومتعلقاته النفسية. يعني مثلا حينما نتحدث عن سلوك الشخص المتعلق باستخدامات الهاتف المحمول، نستطيع أن نتحدث عن أولا نوع الهاتف، لون الهاتف، ماركة الهاتف، النغمة، والتعامل مع الرد، ويصاحب ذلك السلوك الفرد أيضا. وظهرت أيضا مظاهر نفسية غير طيبة سالبة، هي عبارة عن وسائل دفاع نفسية، ايجو ديفنسيف ميكانيزمز، هي النفسية. يعني مثلا زول يكون قاعد جنبك ضرب له زول من محل ثاني دار منه قروش، يعني في طلب بيناتهم، يقول له والله انا في بورسودان، هو قاعد جنبك يعني. ودي ظاهرة نفسية
بتدل على سلوك نفسي غير سوي غير طيب. ايضا طريقه الرد على الهاتف، يعني في كثير من الناس بينتابوا النوع من الشعور بالشوفينية، شعور بالإيفوري، بنقولها الإيفوريك بيهيفير، اللي هي الفرح، الفرح الزايد، الفرحة والنشوة الغامرة، خاصة لما يكون أنت قاعد جنبك بنات سمحات ثلاثة أربعة كده يعني. فبتتمنى في اللحظة دي إنه زول يضرب لك عشان ترد، عشان تتجدع يا شيخ. تطلع تلفونك السميح وتسمع نغمتك. السميح ونغمتك ذات سمحة معبرة. الرد أيضا ما بكون رد على قدر الرسالة، على قدر التواصل بينك وبين المتصل. بيبقى في رسائل أخرى أنت دار ترسلها، دار يعني تبديات نفسية تريد أن تبثها في الآخر، حتى تخلق نوع من الرأي الخاص أو الرأي العام اللي بيساعد في أنه يعني يكون نظرة إيجابية لك أنت، يعني كمردود نفسي يعني إنعكاسي. فما عاد التلفون والاستقبال، استقبال المكالمة، ما عاد مجرد رسالة تواصلية أو أداة تواصل. أيضا نوع الموبايل، الآن الموبايل أو الهاتف السيار بقى جزء من عدة الشغل. يعني أنت تعيش لك 30-10 ما بدك بيشتغل بيت، لكن أنت عايش شايل في النادي، لأنه هنا في محور مهم جدا وسؤال مهم جدا يمكن يزور بيشوفنا بيتبادر لذهنه، مسألة الهوس بشراء أجيال الهواتف الجديدة. يعني كل مرة شركات تصنيع الهواتف والماركات المختلفة مع كل سنة وكل 6 شهور بتطلع جيل جديد، وكل مرة تحديث جديد في الكاميرات، تحديث جديد في شكل المميزات في الشاشة، في عمر البطارية وغيره. هوس الإنسان باقتناء كل نسخة جديدة من الهواتف المحمولة وكذلك الماركات العالمية الشهيرة، نشوف الدلالة النفسية للحاجة دي. هي عندها مدلولات أكثر من مدلول. يعني إذا نظرنا إلى القيمة الفعلية الحقيقية المتعلقة بكيفية وطريقة وطبيعة استخدام الهاتف المحمول، نجد إنه الآن نحن لا نستخدم كل الإمكانات الموجودة في الهاتف المحمول، نستخدم فقط جزئيات يعني قد تكون أقل من 20% ده بنستخدمه، بنستعمله من إمكانات الهاتف المحمول. ولكن التفاخر بيجي وين هنا؟ بيجي في نظرة الآخر ليك، النظرة الإنعكاسية، السلوك الإنعكاسي. يعني أنا شايل موبايل آيفون آخر فيرشن يقول 14 ماكس برو، أنا سألنا ما كده ما يستروا يعني لما أطلع في أي مجتمع بكون معتبر محترم مغيم، كأنما أصبح الهاتف مقياس المكان الاجتماعي، جزء مقياس المكان الاجتماعي، ويحدد البعد الاجتماعي، يحدد ردود أفعال الآخر تياه. يعني مثلا زي ما أنا بديت يعني أتحدث عن أنه الهاتف السيار أصبح واحد من عدة الشغل بالنسبة لرجال الأعمال، حتى بالنسبة للبروكرز السماسرة في السوق بقي جزء من عدة الشغل. يعني أنا الليلة لما أجيك شايل 30-10 وقف قدامك وأنا زول غنيان وحسابي ملان وأي حاجة داري اشتري العربية دي ب2 مليار، أنت بتشكك فيني. وحتى لما زول عنده قروش كان شايل تلفون جديد وحديث، حتى لو طلعت القروش دي يكون عندك بين الشك والظن، يا أخو لو عنده قروش كان شايل 30-10. وفي نقطة لطيفة جدا، يعني زي ما تزعى طويلة بشيل التلفون السمع بجاسفه زي ما بقوله، كذلك لو بقى 30-10 واقع وحصل رجل كبير شايل 30-10 وقع منه الراجل الولد يعني شايل الثلاثة يقول له يا عم تلفونك وقع، افتكر ده لو كان ايفون اي فيرشن من الايفون اي نوع ما كان ممكن يوصل له. فافتكر يعني لا 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 التلفون الان بقى جزء من التقييم النفسي، جزء من السلوك النفسي الاجتماعي والمجتمعي، ما عاد وسيلة تواصل واتصال فقط. يعني الليلة خاصة تعال شوف الصالات والأفراح، زول عنده عرس بعد بكرة بجاسف يكسر رقبته يشتري آخر فيرشن من من الآيفون، من السامسونج، من الريلم، أي نوع من الهواتف بيشيل آخر فيرشن. ليه؟ لأنه ده حتة بتاع السوشيال كومبيتيشن، حتة بتاع التنافس، مقارنة اجتماعية، أي تنافس اجتماعي. فأنا دار أصل أحسن زول، يمكن في 3-4 بنات أسمح بنات أنا بشيل أرقى حاجة عشان أكون أنا الأول. عوامل جذب، هاي عامل جذب، أكون أنا الأول حتى إنه
يكون فرصي أكبر الاجتماعية أكبر في أنه أصير نجم مجتمعي. فحقيقة الهاتف ما صار أداب تواصل واتصال غير استخدامات الأخرى. طيب يعني قبل ما نمشي للاستخدامات الأخرى هنا في سؤال مهم جدا اللي هو هل نحن ضحايا حيل نفسية بتمارس علينا شركات تصنيع الهواتف باعتبار أنه كل مرة بتروج لنا نسخة جديدة من الهاتف وتضيف عليها أنه لو امتلكت الهاتف ده كأنما بتبيع قيمة أو مكانة اجتماعية أو شعور معين؟ هو طبعا في بالنسبة لنا التسويق كمادة عندهم مختصر مان ماني قروش أزروا السلطة لصرف المال ده للتصرف فيه نيتس حاجة فهو على صاحب الشركة المنتج أو الشركة المنتجة هو بيشتغل على ديل إنه يكون لابد إنه يكون في مال يكون في سلطة مخولة للمال ده يكون في حاجة هو عنده المال عنده السلطة المخولة عنده النيد دي بيخلقها في الكونسيومر في المستهلك هو بيخلق فيها الحاجة باستخدام حيل نفسية ما ده سؤالي هل نحن ضحايا حيل نفسية؟ ما هي النفسية فقط هو بيستخدم حاجة اسمها الهالو افكت الأثر الهالي هو بيبني فيك أثر هالي وده بعد نفسي في شخصيتك يعني بيخلق نوع من الاحتياج النفسي أو الجوع النفسي الضخم جدا يضخم هذا الجوع النفسي حتى إنه أنت لو ما اقتنيت ده بتكون يعني تعيس مدبرس مكتئب غلق يعني تفعل ما تستطيع حتى تتحصل عشان تنزل كمية تخفض كمية القلق اللي بينتابك في إنه أنت ما امتلكتها والتفكير اللي بينتابك في إنه أنت ما امتلكتها هذه التغنية فده شغل مربوط بمجموعة علماء مختصين علماء ناس مختصين في الماركتينج وده بيخلقوا الهالو إفكت أو الأثر الهالي بتاع المنتج البرودكت يعني ما بالضرورة إنه أنا أديك المنتج اللي أنت عايزه لكن أنا بشريك المنتج اللي أنا داير تشتريه هل معنى كلامك ده إنه الإنسان لما يشتري تلفون هو بيكون نوعا ما عنده الخيار في إنه هو اللي اختار التلفون وإنما حيلة نفسية معينة أو أسلوب تسويق معين خلاه يختار الهاتف الفلاني غير الهاتف الفلاني أو خلاه يختار الماركة الفلانية دون الماركة الفلانية هو أصلا في الأساس هو يعني لو مسكنا سلوك الإنسان وشرحناه سلوك الإنسان بيبدأ من الكوجنيتيف دومين البعد العقلاني المعرفي والأفكتيف دومين البعد العاطفي الانفعالي الدافعي والسلوك الحركي المشاهد الملاحظ فبيبدأ من الفكرة والفكرة دي بتخلق نوع من التوجه النفسي تخلق نوع من الاتيتيودز سلوك هاي اللي هو الاتجاهات السلوكية النفسية المعقدة جدا فأنا يعني أنا ما بختار التلفون التلفون هو بيختارني أنا ما بختاره هو بيختارني من خلال يعني الدعاية المصاحبة من خلال الإعلان المصاحب من خلال المالتي ميديا وشغول الكثير اللي بيتم في الماركتينج في التسويق ما أنا بختاره هي بتختارني التلفون هو بيختارني أنا ما بختاره لأنه أنا لو هختار تلفون بمواصفات أقل ما الآخر فيرشن يمكن يشيل 3-10 يعتبر ممكن توظف المال في احتياج آخر نعم طيب ده بيقولنا لسؤال يعني مهم جدا وهو هل يمكن أو هل الإنسان يستخدم الهاتف كسلوك تعويضي بمعنى أنه يشتري نوع معين من التلفون عشان يعوض نقص جواه قطعا هو سلوك تعويضي عندنا بنقول عليه compensatory behavior وده بيجينا من حتة مهمة جدا اللي هو inferiority complex مركب النقص يعني مثلا زول يكون ما نجح في المدرسة مشى الورشة بقى ميكانيكي في المجتمع بتاعه بحس بنقص انه اقل من الناس ياهو زي ده بيشتري اخر موديل بتاع عربية واخر موبايل واخر بدلة واخر بنطلون واخر اي حاجة ليه لانه ده سلوك تعويضي كذلك لو نظرنا الى السلوك التعويضي ما في الموبايل بس في كثير من الاشياء بتحكم حتى في سلوك المرأة والرجل يعني المرأة القصيرة المرأة القصيرونية بتلبس كعب عالي لما تمشي بتعمل كده في مشيتها عشان تزيد طولة طالوا القصار طالوا وكذلك المرأة الطويلة بتحاول تلبس زحاف وتتقوصر فالسلوك التعويضي هو بشكل كثير من يعني أشكال حياتنا المختلفة
طيب دي برضو يعني اللينك عشان ما انسى النقطة دي، مسألة السلوك التعويضي واستخدام الإنسان للهاتف عشان يكمل نقص جواه، ده بيقودنا لتطبيقات الهواتف المحمولة وتحديدا كاميرا السيلفي والفلاتر الموجودة. يعني بمعنى انه الزول اذا عنده مثلا عيب معين في وشه يستخدم فلتر معين عشان يخفي العيب، وعشان اذا مثلا صورته حاسس فيها نقص مثلا محتاج يضيف شعر ممكن يعمله في الفلتر ويصور به. وذاته موضوع استخدام السيلفي ده ناخذ البعد النفسي حقه، انا افتكر هو نوع من النركسيزم، هو نوع من السلوك النرجسي التمحور حول الذات، وده فيه قيمه تعويضيه عاليه جدا جدا، وان كان فيه سمات مرضيه نفسيه عصبيه لحد كبير يعني. فحقيقه الانسان هو وليد ظروف معينه، هذه الظروف المعينه هي بتسوقه لكثير من الاستصلاحات النفسيه، كثير من السلوك التعويضي بعض مرات بيكون غير مرشد. يعني مثلا انا شين بحب لي واحده سمحة، داري اتجمل، اني لا اكذب ولكني اتجمل، بصور سيلفي بشوف محله جميله وفلتر ظريف وبضيف رتوش خاصه ده لو ما ده كان على سبيل بيقولوا الفري انتراكشن، يعني التعامل الحر، يعني انا ما شفتها هي ما شافتني. فلذلك يعني كثير من الزيجات اللي بتتم عبر الوسائط بتفشل لانه خداع النفس، خداع الاخر، وكثير من الحيل النفسيه بتشتغل. واحده الحيل النفسيه الدينايل، الانكار، ده ما انا، دي ما صورتي، دي حيله نفسيه زي ما قال سيجموند فرويد، يقول ديفنسيف ميكانيزم، واحد من الوسائل بتاع الدفاع. اي يعني عندنا السبليميشن الاستعلاء، عندنا الابدال، عندنا الكظم، يعني كثير من الحيل النفسيه بتشتغل الحاجه دي، يعني هي شغاله فينا. فعموما يعني حقيقه لو مسكنا السوشيال ميديا كلها، وسائل التواصل الاجتماعي والمجتمعي دي، لو نظرنا لها كلها هي عباره عن سيلف ديسبشن، خداع ذات. يعني في نوع ترسل لك صوره جميله لما تلاقيها تلقاها سبحان الله شكل ثاني، وكثير بيحصل نوع من الخداع يعني، وفي اشكاليه ثانيه كبيره جدا جدا يعني. يعني مثلا ولد يعني يخد في الايكون بتاعه والايقونه بتاعته يخش صوره بتاعت بيت، واذا عملوا معاه ناس كتار بعدين بعد فجاه يعني فجاه يطلع ولد يعني. طيب احنا حنجي لموضوع التطبيقات وما لها وما عليه وموضوع مواقع التواصل الاجتماعي، لكن احنا ما زلنا في الهاتف ذاته وقصه امتلاكه. هل ممكن شراء هاتف معين او حرمان الزول من شراء هاتف معين يخلق اضطراب في سلوك الانسان؟ بمعنى انه مثلا اذا الانسان عنده عشق او محبه لماركه معينه وما قدر يشتري الهاتف ده، هل ممكن يسبب له مثلا اضطراب في المزاج او اكتئاب وغيره؟ اذا مثلا الانسان بيمر بحاله نفسيه سيئه، مثلا نقول طالب ما حقق نتيجه في الامتحانات وجاته هديه تلفون، هل ممكن تنقل من اضطراب المزاج والاكتئاب اللي هو فيه لحاله افضل؟ نعم طبعا، هذا يعني 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 متعارض عليه ويعتبر حكم عام وحاله عامه وليست خاصة. يعني حقيقة لو أنا عايز اشتري موبايل معين وسميته وحلمت به ويعني هيأت لنفسي النفسي أنه أنا أمتلك هذا النوع من الهاتف السعر، ولم يحدث ذلك، أول حاجة بيحصل لي انزومنيا، أرق، اضطرابات نوم، sleep disturbances، بعد شوية دي بيكون معاه physical disturbances، اضطرابات جسدية. يعني القلق بيعمل نوع من الاسهال، بيعمل فريكت يورينيشن، التبول المتكرر، واشك انه عنده سكري ولا عندي حاجه ثانيه. ده غير انه بيؤدي لفقدان الشهية، لوس اوف ابيتايت، وانت بتكون مضطرب، وبعد ذاك بتدن المزاج، بتصل تمر بحاله اكتئابيه، وقد تتصاعد المساله، ودي بتؤدي الى اشكاليه في عدم التوافق والتكيف الاجتماعي والاسري، بتكون زول انفعالي وبتخش في مشاكل واجريسيف بيهيفير. بنفس لا 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 على لا 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 النقيض من ذلك، اذا زول اصلا كان مدبرس ومكتئب وزهجان وزعلان اديه موبايل. لكن الحاجه دي يا دكتور ما بترتبط
باستعداد الفرد، بمعنى انه مثلا خلونا ناخذ مثال الهشاشه النفسيه. في ناس يعني نفسيا هشين جدا بسبب تكوينهم، بسبب نشاتهم الاسريه، بسبب بيئه معينه، فبالتالي استعداد الفرد ده لتلقي صدمه او لاكتئاب او لاضطراب مزاج بيختلف من الفرد الاخر. ده هنا محور السؤال، يعني استجابه الزول لعامل معين من العوامل، حرمانه او هبته لعامل ممكن يساعده على تحسين الحاله النفسيه او سوءها. ده بيعتمد على تركيبه الشخصيه نفسها. عندنا نمطين من الشخصيه، شخصيه متحكمه من الداخل internal locus of control، شخصيه متحكمه من الخارج external locus of control. الشخصيه المتحكمه من الداخل دي ما يفرق معها، جاء موبايل ما جاء، كل واحد فقده، كل واحد ما عنده مشكله، ما يتاثر كثير. لكن الشخصيه المتحكمه من الخارج، شخصيه كثيره الانفعال، هي الاكثر عرضه للاضطراب والاكثر عرضه لان تكون اكثر هشاشه. فبتفرق بين الاثنين، يعني التركيبه النفسيه تؤثر. وفي الشخصيه الفصاميه، ما فصام الشخصيه اللي زي السكيزوفرينيا كمرض اضطراب عقلي، ولكن في الشخصيه، وده من اضطرابات الشخصيه، الشخصيه الفصاميه دي عندها مشاكل كثيره جدا يعني في الله، وبنلقاها كثيره جدا جدا يعني. وده بيكون ظاهر جدا، انتوا تكونوا قاعدين يقول لك فلان جاي تفرتقوا. ليه؟ لانه حيزعجكم، حيوتر لا 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 الجو، حيكهرب الجو، يقول لك امشي الزول ده جاي. فده بيكون شخصيه فصاميه، وده نوع من اضطراب الشخصيه، ما اضطراب عقلي. فانا افتكر نمط الشخصيه هو الذي يؤثر يعني في انه الزول يتحمل او لا يتحمل. طيب نتكلم برضو يا دكتور عن استخدام الهاتف وعلاقته بالاكتئاب. والله دي مسألة يعني قد تكون يمكن تجريبية وعملية أكثر من إنها نظرية. يعني الزول المكتئب التلفون ضرب بعين له، حي بخطه بعيد بعين له مرتين ثلاثة، الناس يسأل يقول لي أخ ما ترد. عكس الزول الإيفوريك، الزول الفرايحي المنشرح اللطيف نفسيا، هي برضو حالة من الاضطراب النفسي الإيفوريا، مش كده؟ الإيفوريا حالة من الإحساس بالعظمة والتباهي. بالعظمة والتباهي فالمكتئب بعين له، بعدين لما يرد بعد مسافة يمكن مرتين ثلاثة حتى يفتح المكالمة، أيوة نعم معي منو، يكاد إنه ما يسمع يعني كويس. الطرف الآخر بحس إنه زاد ما عنده رغبة، يعني طوالب شخصه دي بتترك أثر سلبي جداً في التواصل الاجتماعي بين الناس. عكس ذلك الزول الإليتد، الزول الفرحان المنشرح اللطيف، أسمع لي كلمة سمحة من حبيبته الصباح، ولا كلمة بتاعت إطراء، ده التلفون بعين له مجرد ما عمل كده بشيل التلفون، أيوة مرحب حبيبي كيفك، يا عسل يا راغي يا كده، انفعال أكثر من اللازم. أنا عندي سؤال أخير دكتور طاهر، وهو إنه مرات الزول بيسمع رن التلفون والتلفون فعليا بيكون مكفول، هل عندها تفسير نفسي معين؟ يعني التلفون فعليا ممكن يكون مكفول او ما شغال او ما جنبه، بس هو بيسمع رنه النغمه بتاع تلفونه كم مره لدرجه انه يتحسس انه تلفوني وين؟ هل عندها تفسير نفسي معين للحاجه دي؟ عندها تفسير ما في علم النفس، في علم انا متخصص فيه اللي هو ده في الباراسايكولوجي، ما راعي علم النفس. اها دي اسمها الفايف فينومينا، ظواهر غير طبيعيه. يعني يقول لك والله زي الكلام ده سمعته قبل كده، يعني الحاجه دي تكررت، الزول ده جاي حيعمل له كده وحيحصل له كده وكده وكده. دي اسمها الفايف فينومينا، ده نوع من الادراك الحسي، وفيه ظاهره اخرى اللي هو خداع الحواس. ده نوع من خداع الحواس، وبعض مرات بيكون مربوط بالتوقع بتاع الانسان، يعني انا متوقع يضرب لي فلان ويتمنى يضرب لي زول عزيز علي، قال لي حضرب ليك. فانت من احتياجك النفسي ما بالضروره الحاجات دي كلها تصدق، قد تصدق وقد لا تصدق. انا والله شاكر لك جدا دكتور الطاهر خاطر اختصاصي علم النفس والاستاذ السابق بجامعه الخرطوم. المحاور ما زالت كثيره لكن الزمن يعني انتهى، فكثر خيرك ونورتنا جدا في ظلال الاسئله، شكرا جزيلا. اشكر قناه الشروق، القناه الراقيه الفارهه الفخيمه، واتمنى للمشاهد يعني سياحه ممتعه،
ونكون اتطوفنا مع بعض. وكنت متوقع هدية تلفون آخر الحلقة. إن شاء الله وإنت طالع تغشى معك الكنترول بغادي نشوف هديتك شنو. احتمال تكون نغمة ترينين جديدة. دي كان عارف إن شاء الله. دي كانت محطتنا مع الدكتور طاهر خاطر اختصاصي علم النفس والأستاذ السابق بجامعة الخرطوم، الحديث عن الهواتف النقالة والتلفونات ودلالات النفسية. نحن ما زلنا في محطة شراء الهواتف واستخدامها، لسه مدعم مغنى أكثر. عندنا كثير من المحطات والفقرات القادمة.